تشرف جامعة الكفيل بدعوة الأستاذ الدكتور حذيفة آدم علي من المملكة المتحدة، وهو من المسلمين في تلك البلاد. تم دعوته لإلقاء محاضرة حول إدارة المسار الطبي للطلبة، وكذلك بعض خبراته في من خلال حياته العملية، وهو أستاذ محاضر دولي في هذا المضمار وباختصاص أمراض الجهاز التنفسي. I think congratulations to Abbasia for hosting this institution. I think the endeavors of intertwining the love for Ahlul Bayt and the love for health and uplifting people's lives in that is the people of Iraq is commendable. شكرا. يبارك العتبة العباسية هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات كثيرة في هذا المضمار الأكاديمي وغيرها من المضامير الأخرى، ويبارك لهم كذلك الروحية التي تبنوها، وهي مزج تضحية الأئمة عليهم السلام في دفع العملية ودفع العمل والإنجاز بالنسبة إلى الطلبة، وهو يحث كلا طرفين الطلبة والتدريسين على بذل أقصى الجهود للوصول إلى الغاية النهائية، وهي تقديم نموذج من الأطباء الشباب الذين سوف يسيرون بالعملية العلاجية للمجتمع. ضمن توجه كلية الطب في جامعة الكفيل أن تقيم نشاطات علمية متكررة ضمن منهاج التعليم المستمر والتطوير المهني في التعاون مع الكفاءات في داخل وخارج العراق. تتم محاضرة اليوم بدعوة الأستاذ حذيفة آدم علي من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة لإلقاء محاضرة على طلاب كلية الطب والأساتذة. عنوان المحاضرة هو كيفية إيجاد الطريق المستقبلي للطبيب. طبعا هذه محاضرة مهمة جدا في التطوير المهني للطلاب وفي تطوير القدرات الذاتية. أستاذ حذيفة ضيف كان أيضا على جامعة العميد في العام الماضي والسنة في جامعة الكفيل، وراح يشارك مع لجنة المناهج في النظر في منهاج اللي وضعته كلية الطب جامعة الكفيل وتطويره بما يحاكي المناهج كلية الطب في العالم وبما يؤمن الحصول على الاعتمادية المحلية والدولية إن شاء الله. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.